تفاوضات الكابتن محمد عبد المنصف مع النادي الاهلي، وان في شرط جزائي بيفصل عبد المنصف عن النادي الاهلي. احنا معانا الخبر زي ما تعودنا دايما من مصدره، معانا الكابتن محمد عبد المنصف علشان ياكد لنا صحه هذا الخبر من عدمه. كابتن عبد المنصف اهلا وسهلا بحضرتك. الو مساء الخير كسام. طيب وانت طيب يا كابتن عبد المنصف؟ ربنا يخليك. كلام بيتقال ان عندك شرط جزائي مع الجونه، وان في مفاوضات من جانب النادي الاهلي لبحث يعني فسخ تعاقدك مع نادي الجونه بشكل او باخر، وانك تكون موجود في النادي الاهلي. هو والله يستغل الموضوع ان انا مرتبط بعقد مع نادي الجونه بعد اتنقلت في نادي الزمالك، كان عامل موسمين بس في شرط جزائي بعد الموسم الاول قيمته 2.5 مليون تقريبا. فاحنا يعني زي ما احنا متفقين، طول ما انت مرتبط بمكان والناس ديت انت في علاقه طيبه وبتأدي ومفيش اي خلافات ومفيش اي حاجه مضايقاك في النادي دوت، فانا من الاحسن ان انت لا اما تكمل في النادي، لا اما لو جاي لك عرض مناسب حاجه كويسه بالنسبه لك كتفكيرك ان انت شايف ان هي تبقى مرحله جديده ليك وتاخد خطوه جديده، سواء في طموح ان انت تلعب على بطوله او ان انت عاوز تبيع لمكان تاني، ان انت زي ما بنقول بقى حياه الاحتراف بقى، ما فيش الانتماء دلوقتي وتقول ان انا اصل انا ابن النادي دوت وانا بحب دوت ومش هلعب الا لدوت، لا خلينا نتكلم واقعيين عشان كل الكلام ده اعتقد ان في الاخر ما فيش حد بينفذه خالص. كويس. احنا نشوف المكان الاصلح للعيب والمكان اللي اللعيب شايف ان هو يبقى مستريح فيه ويؤدي فيه ويروح بصرف النظر عن انتمائه، لان انتماء ده داخلك، لكن ده وظيفتك وده اكل عيشك وهو دوت الموارد اللي انت موظف في لعبه كره القدم. انا كده بفهم من كلامك كابتن عبد المنصف ان في مفاوضات جاده مع النادي الاهلي. يعني انا مش ده المباشر، على قد ما انا عاوز اقول ان انا مرتبط بعقد مع نادي الجونه. الناس دي انا مبسوط جدا في التجربه، مبسوط جدا معاهم وسعيد جدا باللي انا وصلت له، وفي نفس الوقت لو في نصيب وحصل انتقال لنادي الاهلي او لاي مكان تاني او في عرض مناسب بالنسبه لي، برضه ان انا رغم تعاقدي مع الجونه ان انا في شرط جزائي، والشرط الجزائي دايما انت بتحط فلوسه في اتحاد الكوره بدون التفاوض مع اللاعب او النادي. كويس. رغم ذلك ان انا احترام النادي الجونه ومستر سميح والحاج احمد سيف وكل الناس اللي موجوده لازم موافقتهم ولازم موافقه الجهاز الفني اولا علشان اما اتنقل ابقى انا بطلع بشكل كويس. في يناير يعني هنشوفك في النادي الاهلي يا كابتن عبد المنصف؟ والله بص يعني ربنا سهل، لان زي ما بنقول ان الامور لسه ما حسمتش وما عرفناش وصلت لحد ايه، هو زي ما احنا بنقول ان خلينا واقعيين، انا مش مجرد ان حد يجي يقول لي ان احنا بنسال على تفاصيل عقدك او الشرط الجزائي او 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 على طول ان انا اقول ان ده مفاوضات رسمي من النادي الاهلي وانا خلاص هتنقل وامشي ورا السكه ديت، لا انا بقول ان كان في مبادره من بعض الناس اللي موجوده ان هي بتسال على تفاصيل العقد والشرط الجزائي وهل انت ترحب ان انت تبقى موجود او لا. انا عارف انك صريح يا كابتن عبد المنصف، لو عاوز تقول لنا مين اللي فتح باب المفاوضات يا ريت تقول للجمهور، لانه بالتاكيد عنده. انا زي ما قلت ان هم الناس اللي موجوده، انا عضو في نادي الجزيره والجزيره في اعضاء كتيره جدا مهمين جدا من جوه في النادي الاهلي دايما موجودين هناك، فهو بعض الناس الاعضاء في النادي الاهلي وليس عضويه مجلس اداره او في الجهاز الفني او لجنه الكوره، لا هم اعضاء محبين لفرقه الكوره ودايما متواجدين مع فرقه الكوره في كل مكان، فهو اقترح بعض الحاجات ان هم حابين ان انا ابقى موجود بعد المستوى اللي انا ظهرت فيه، وحابين ان في كلام كويس بيتقال جوه في النادي ان هم بيفكروا تفكير في التعاقد معاك، فهو ده بمنتهى الامانه اللي حصل، ولكن مش بشكل مباشر من حد مسؤول او حد مسؤول ان هو واخد تكلفه من لجنه الكوره ان هو يخلص الصفقه، فدي كانت المبادره اللي حصلت بالظبط وهو ده اللي اتقال وهو ده اللي حصل. لكنك سعيد ومرحب بالمفاوضات دي يا كابتن عبد المنصف. بص مجرد ان حد نادي جديد زي النادي الاهلي او نادي الزمالك يرجع يكلمك تاني او دي خطوه بتقول ان انت وصلت لمرحله كويسه وبتقول ان الناس شايفه شغلك كويس وبتقول ان انت فعلا مستواك عالي جدا ومستواك تستحق ان انت تبقى منافس قوي في حصن مرمى منتخب مصر وتبقى مستعد ان انت تاخد التجربه الافضل ان انت تحرز احسن حارس في الموسم، وانا الحمد لله لحد دلوقتي اعتقد ان احنا نادي الجونه او حراسه المرمى واخدين المركز الثالث بعد الشرطه والنادي الاهلي اقل عدد اهداف، فاعتقد دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا تتحسب لي وتتحسب للجهاز الفني واللعيبه كلها ان احنا نقدر نعمل كده في نهايه الدور الاولاني. لو نادي الزمالك دخل على الخط الاختيار هيكون لمين؟ اعتقد ان عشان نتكلم بصراحه نادي الزمالك الموضوع صعب دلوقتي، لان انا شايف ان في بعض الناس جوه معترضه تماما الفكره ديت وطول الوقت بيتكلموا بشكل مش كويس، وانا ما كنتش حابب كده،
لان انا مش يعني مش عاوز تاني نرجع لنفس المشكله ان انا خسرت النادي علشان حسيت ان انا دوري قليل الفتره اللي فاتت. فاعتقد ان انا مشيت لهذا السبب وليس سبب مالي او ان انا انتقلت لحاجه تانية عشان شهره او عشان ارفع عقدي، لا. انا قلت السبب الوحيد هو سبب ان انا رايح مكان عشان يعني العب واعمل حاجه وابقى ليا دور في مكان تاني. هل الكلام اتطور شويه يكون مع الوكيل بتاعك يا كابتن عبد المنصف، ولا كله زي ما حضرتك ما اكدت من خلال المحبين للنادي الاهلي فقط، لكن ما حصلش اي محادثه رسميه مع الوكيل بتاعك؟ لا بص، هو في بعض الناس بمنتهى الامانه في بعض الناس بتتكلم، ولكن انا من الناس اللي يعني بحب الكلام يبقى رسمي. يعني ما ينفعش ان حد يجي يقول لي ان في بعض الناس اتصلت او في حد بيسال او حد عاوز او ممكن في يناير او اخر السنه او هندفع كام او شوتي. لا، الكلام لما يبقى رسمي انا بحبه جدا. طول ما هو الكلام بشكل عادي فانا ما اعتقدش ان احنا وصلنا لمرحله رسميه، ولكن كبدايه كويسه بالنسبه لي بصرف النظر ان انا اروح او ان انا اكمل في الجون او انا اروح مكان تاني، ولكن دي بالنسبه لي حاجه كويسه ان انت يبقى عليك طلب وان انت يبقى في انديه بتتكلم عليك، معنى ذلك ان الناس متابعاك كويس، معنى ذلك ان انت نجحت في تجربتك، وان شاء الله اتمنى ان انا استمر في التجربه دي باذن الله. كابتن عبد المنصف، سؤالي الاخير لحضرتك، مش زعلان وانت شايف انديه كبيره بدات تتهافت عليك مره اخرى وبدا يتردد اسم الكابتن عبد المنصف في الفتره الاخيره بشكل كبير، ورغم ده انت مش موجود مع المنتخب الوطني؟ والله هي المشكله ان المنتخب ليه حساباته الشخصيه، والكابتن حسن النجازي فني هم حريين في الاختيار حساباته الشخصيه ولا حساباته الخاصه تفرق؟ لا يعني ما اعتقدش ان انا في حساب المنتخب، يعني اعتقد ان هي حاجه خاصه ان ما اعرفش. انا بقالي كتير قوي ما مش موجود، واعتقد ان انا الحمد لله من الناس اللي التزمت بفكره الجهاز الفني، وهو ان اللاعب اللي هينضم للمنتخب هيتضم على اسس، هو المشاركه باستمرار، النتائج الايجابيه، الظروف بمستوى كويس، عدم الخلافات سواء مع لعيبه او حكام او اجهزه فنيه او مجلس اداره. واعتقد ان انا التزمت بكل هذا البنود، ولكن رغم ذلك لم اكون موجود ضمن الاختيار، بل بالعكس انا ما ببقاش موجود اساسا في المرشحين وليس الاختيار فقط، سواء في الثلاثه او في الاربعه، انا مش موجود اساسا ضمن المرشحين، رغم ان انا كل معسكر بتمنى وبقول ان انا نفسي ابقى موجود وعاوز ابقى ادي دوري، عاوز ابقى موجود مع زمايلي ان انا اعمل حاجه كويسه، ولكن للاسف انا مش موجود. فدي وجهه الجهاز الفني وانا احترمها جميعا، ولكن نجاحي هو نجاح ان انا بشوف الناس بقابلها بتشكرني على ادائي، الاعلام بيتكلم بشكل كويس، بعمل مداخله دلوقتي ان الناس بتكلمني بشكل كويس وشايفه ان ادائي كويس ونتائجي جيده. صحيح. فاعتقد ان انا الاحسن لي ان انا موضوع المنتخب ده بقى طالما انا خارج الحسابات فاشيله من دماغي تماما، واركز في شغلي واركز في ناديه واركز في ادائي، وهو ده الدافع. ان لما الكلام من الاعلام او من تحليل المباريات او الناس المعلقين اما يتكلم عليك بشكل ايجابي بيديك دافع ان انت من ماتش لماتش ان انت تثبت وجودك اكتر وان انت تتالق اكتر، وده بالنسبه لي النجاح بالنسبه لي بيبقى حاجه كويسه جدا. احسن من ان انا كل شويه استنى المنتخب وما يجيش وافضل اتساءل طب انا ما انضمتش ليه، طب ايه اللي انا معجب قوي يا كابتن عبد المنصف بان انت كمان حفظت البنود اللي المفترض انك تكون بتنفذها عشان تبقى موجود في المنتخب الوطني. يعني انت بتحاول على قد ما تقدر انك تكون موجود في المنتخب، لكن واضح بالعكس انا سبت نادي الزمالك بسبب هذا، لان انا عدم وجودي في المنتخب هو قلت الشرط الاساسي والاول ان انا عدم مشاركتي بصفه اساسيه مع نادي الزمالك، فاضطريت ان انا امشي من نادي الزمالك بعد ال 12 سنه علشان اروح مكان تاني عشان العب واظهر بشكل كويس وارجع تاني المنتخب، ولكن الموضوع ما حصلش برضه، واحنا في الاخر الحمد لله. ويعني اتمنى التوفيق ليك. كل التوفيق ليك يا كابتن عبد المنصف، بنتمنى لك دايما التوفيق، انت من الحراس المميزين زي ما قلنا قبل كده. طبعا العمليه عرض وطلب، لكن كلام مهم جدا الكابتن عبد المنصف بياكده من خلال الكوره النهارده، ان في كلام من محبين للنادي الاهلي واعضاء موجودين في نادي الجزيره اتكلموا مع الكابتن عبد المنصف وبحثوا معاه موضوع عقده والشرط الجزائي. هو عنده شرط جزائي اكده مع فرقه الجونه، وقال طبعا انه سعيد جدا بمفاوضات النادي الاهلي. سالته عن العوده مره